عمها، عم الطفلة المرحومة الزينة الطيار. مسي عليك بالخير. دكتور معلم حياك الله، طول عمرك وسلمك. أول شيء عظم الله أجركم وعسى الله يرحمها ويصبركم ويطول بأعماركم. جزاك الله خير. الناس يعني تفاعلت كثير مع الخبر الأمانة وأحزنها هذا الخبر، لكن ودنا نعرف شنو التفاصيل اليوم. وايد تساؤلات كثيرة، وايد كلام طلع في هذا الموضوع، فودنا نعرف أكثر منك من حضرتك. أول شيء مشكورين على المداخلة. الله يطولك. بالنسبة حق المرحومة زين، أول شيء أقول لله ما أعطى ولله ما أخذ. أي نعم، الله يحفظك. وكل شيء عنده بمقدار بأجل مسمى. صحيح. الحمد لله على كل حال، هذا قدر الله. أكيد. الله سبحانه وتعالى وقدره وقضاءه. والحقيقة أبي أوضح الصورة، لأن كثر بالسوشيال ميديا كلام كثير عن المرحومة، ولكن الحقيقة كل ما هنالك أن هي كانت رايحة حق الوينتر لاند مع بنات عمامها ولعبت وياهم، وبعدين راحت البيت. ولما راحت البيت دخلت عند والدتها قالت لها يما أنا حاسة ببرودة بس باخذ دوش وبنام. فدشت خذت دوش وراحت نامت لأن باشر عندها مدرسة. فلما قعدوها الساعة 5:30 عشان تصلي وتجهز حق المدرسة، للأسف لقوها ما تتحرك يعني بتاتا. فأطلبوا الإسعاف، جاءوا الإسعاف مشكورين وقاموا بدورهم وخذوها للمستشفى. ومن راحت المستشفى إلى يوم وفاتها هي بغيبوبة. عفوا بس إيش كثر المدة اللي قعدت فيها في المستشفى أستاذ غيب؟ قعدت تقريبا 12 يوم طال عمرك. 12 يوم، عسى الله يرحمها. تفضل. الحمد لله على كل حال، احنا راضين بقضاء الله وقدره. أكيد. والحمد لله ماكو شيء ابدا. والكلام اللي يقال انه والله الملاهي فيها كذي ولا فيها كذي، ابدا ما فيها شيء، والاداره بعيده عن الموضوع بتاتا، ما لهم شغل بهالموضوع ابدا. هذا قدره ربك سبحانه وتعالى. صحيح. لأن يمكن هي راحت لعبت حالها حال كل البنات، ويمكن اللعبه اللي لعبتها والالعاب كل الاطفال يعني يلعبونها، وردت البيت وحالتها ما فيها أي شيء. اللهم كانت حاسة بالرهاق وتعب وقالت برودة. أبداً. جميل. صحيح. هل كانت تتعاني من أمراض أستاذ غيث؟ لا أختي ريهام، أبداً. ما فيها، الحمد لله ما فيها لا سكر ولا ضغط ولا 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 شيء، الحمد لله على كل حال. سبحان الله. بس الله سبحانه وتعالى اختارها. صحيح. صحيح. الحمد لله على كل حال. كل شخص وله يوم يعني محتوم، وهذا قضاء وقدر، عسى الله يرحمه ان شاء الله ويغفر لها. امين. عظم الله اجركم وعسى الله يصبركم ان شاء الله ولكم طولة العمر. شكرا جزيلا لك. الحمد لله. بس ممكن اذا تكرمت بس دقيقه. هي انا اول شيء حاب اشكركم على الدخله، واشكر طاقم البرنامج كله، وبنفس الوقت ودي اشكر كذلك المربيه الفاضله مديره مدرسه سعدة بنت عوف اللي هي كانت مرحومة تدرس فيها. صحيح. وأشكر كذلك أعضاء هيئة التدريس المربيات الفاضلات، وأشكر أولياء أمور الطالبات والطالبات على تبرعهم جزاهم الله خير على إنشاء بير ومسجد للمرحومة. وكثر الله خيرهم ان شاء الله، ميزان اعمالهم والله ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتهم. امين امين. عسى الله يصبركم، عسى الله يرحمها ويغفر لها يا رب. الحمد لله. كل الشكر لك استاذ غيث.